أعزائي المشاهدين، أنا بكم في هذه التغطية المتواصلة لتداعيات العدوان الإسرائيلي على كل ما هو فلسطيني في هذه المنطقة. نحن الآن نتفز بالضبط أمام مدرسة تسمى هذه المدرسة مدرسة رفيدة في دير البلح وسط القطاع. هذه المدرسة تبعد أمتار قليلة جدا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة أيضا أنها تأوي آلاف النازحين إلى وجود خيام داخل هذا المكان. لا نستطيع الدخول الآن إلى المستشفى نتيجة هذا الاستهداف، حيث تم الاستهداف بصاروخ من طائرة F-16، مما أدى إلى استشهاد ووقوع عدد كبير جدا من الشهداء. هؤلاء الشهداء نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وبعضهم أيضا نقل إلى المستشفى الأمريكي. ولكن على أي حال، نحن في خلال الدقائق الأولى لهذا الاستهداف، نحن في خلال اللحظات الأولى لهذا الاستهداف نحاول قدر الإمكان التجول. وهذه الجمهرة من المواطنين هم من كانوا داخل المدرسة ومن كانوا داخل الخيام المنصوبة في داخل هذه المدرسة. أعداد كبيرة من المواطنين، أعداد كبيرة من النازحين داخل هذا المكان. أعداد الشهداء حتى هذه اللحظة لا يمكن القول كم هم أعداد الشهداء. نحن حتى هذه اللحظة في الساعات أو في الدقائق أو اللحظات حتى الأولى يمكن رؤية هذا المبنى الذي يظهر الآن على الكاميرا، هو مبنى للهلال الأحمر الفلسطيني. إذن هي على بعد أمتار وربما أقل من أمتار من الهلال الأحمر الفلسطيني. سيارات الإسعاف بالتأكيد تأتي إلى هذا المكان تباعا وتهرع من أجل نقل أعداد الكبيرة من الجرحى، علاوة على الشهداء بالتأكيد، إضافة إلى هذا الكم الكبير من حالات الخوف وحالات الذعر داخل هذا المكان. في الحقيقة عندما أتحدث في هذا المكان هو مكتظ جدا بالمواطنين وبالمزدحمين بالنازحين. نحن في اللحظات الأولى كما قلنا سوف نواتيكم بالأخبار إذا ما علمنا ما هي أعداد الشهداء. لا زالوا حتى في إجلاء الشهداء من المكان، حسب ما قال لنا شهود عيان بأنه أكثر من 20 شهيدا داخل هذه الضربة، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الشهداء. هذا بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الإصابات، جلهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. سوف نكون في رسالة أخرى عندما يتضح الأمر بشكل أكبر.